فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن تشتق أسماء الله عز وجل من أفعاله؟ لا لا، كل اسم يتضمن الصفة، وأما الأفعال فلا يؤخذ منها الأسماء، لا تؤخذ الأسماء من الأفعال. مثل كتب الله، هل تأخذ منها أن الله كاتب تسميه الكاتب؟ لا، ما كل فعل يؤخذ منه اسم ولا صفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مثل لعن الله، لعنة الله على الظالمين، تأخذ منها اسم لله تقول له اللاعن؟ أصلح هذا. نعم.